ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة؟ المسلمون والمسيحيون إخوة في العالم العربي، والعبادات كلها لرب واحد. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستوي المسلم والكافر أبدا، واللي يسوي بينهم هو كافر مثلهم. اللي يقول الإسلام والكفر سواء هذا كافر، لأنه لم ينكر الكفر بل أقره وجعله مثل الإسلام والعياذ بالله. فإن كان يعلم ما يقول ويتعمد هذا الشيء فهو كافر، وإن كان جاهلا يجب عليه السكوت وأن يتعلم قبل أن يتكلم في هذه الأمور الخطيرة. فالإسلام لا يعادل بأي دين على وجه الأرض، لا لليهودية ولا النصرانية ولا غيرها. ما في دين صحيح إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ووجب على العالم كلهم أن يتبعوه، فمن لم يتبعه فهو كافر.